نستكمل النهارده بإذن الله كلامنا عن الدرس الأول بالوحدة الثانية، الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي. في الدرس ده المفروض إن احنا اتكلمنا عن أول جزء المرة اللي فاتت بعنوان شدة التيار الكهربي، والنهارده ميعادنا مع الجزء الثاني فرق الجهد الكهربي. بنهاية الحصة إن شاء الله المفروض نكون عارفين بعض الأشياء اللي جاية دي. المفروض نبقى فاهمين يعني إيه جهد كهربي، ونعرف ايه الفرق ما بين حاجة اسمها الجهد الكهربي والقوة الدفعة الكهربية، وبعدين نبدأ نستنتج بقى استخدامات الفولتاميتر المختلفة وهكذا. تعالوا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض كده الدرس بتاعنا. هرجع افكر حضراتكم ان الدرس كان بعنوان الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي. بنوصف التيار الكهربي اللي مر عندي في البيت ازاي؟ فأول حاجة كنا بنوصف بيها التيار شدته عاملة ازاي؟ تمام، عرفنا شدة التيار المرة اللي فاتت بأنها كمية الكهربية المتدفقة عبر مقطع من المواصل في الثانية الواحدة، يبقى ده شدة التيار الكهربي. طب احنا النهاردة بنتكلم عن الخاصية الثانية وهي فرق الجهد الكهربي. قبل ما نتكلم عن فرق الجهد الكهربي لازم ندخل الدرس بتاعنا بمفهوم أصلا الجهد الكهربي. يعني ايه جهد كهربي؟ بيقول الجهد الكهربي هو حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال الكهرباء منه أو إليه إذا وصل بموصل آخر. نسيبنا من التعريف نشرح بعض كده حاجة تفهمني مفهوم الجهد الكهربي بطريقة أسهل شوية. دلوقتي كلنا عارفين من سنة أولى طريقة انتقال الحرارة، وأنا مثلا لو جبت لكم قطعة من معدن معين درجة حرارتها 80 مئوي ولمستها بقطعة تانية جنبها على طول درجة حرارتها 40 مئوي، إيه اللي هيحصل؟ هنا درجة حرارة مرتفعة وهنا درجة الحرارة منخفضة، فإيه اللي يحصل يا شباب؟ تبدأ درجة الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة لحد ما الاتنين يتساووا مع بعض. بالمثل لو أنا عندي موصلين سلكين، يعني في فرق ما بينهم فرق في الجهد، يعني واحد جهد مرتفع والتاني جهد منخفض، أعرف على طول إن الشحنات الكهربية تنتقل من منطقة الجهد المرتفع إلى منطقة الجهد المنخفض. يبقى الجهد الكهربي هو الحالة اللي أنا هعرف منها إذا كانت الكهرباء هتنتقل من الموصل ده ولا ليه لو أنا وصلته بموصل آخر. يعني دايما مثلا يقول لك ما تقربش من كشك الكهرباء اللي موجود في الشارع، ليه؟ لأن ده منطقة جهد عالي. طيب الجهد العالي ده لو أنا قربت منه إيه اللي هيحصل؟ على طول هعرف إن طالما الموصل ده جهده عالي يبقى أنا لو لمسته تنتقل الكهرباء ليا على طول. يبقى الجهد الكهربي هو حالة الموصل اللي أنا بعرف منها إذا كانت الكهرباء هتنتقل من الموصل ده ولا ليه لو أنا وصلته بأي حاجة تانية، وصلته بموصل آخر. يبقى ده أول تعريف عندي الجهد الكهربي. يجي هنا يسألني سؤال ويقول لي علل انتقال الشحنات الكهربية من موصل مشحون لموصل آخر. ها ليه لو في سلكين لمسوا بعض تبدأ تنتقل الشحنات الكهربية من سلك لسلك تاني؟ امتى أصلا نسمح بعملية مرور الشحنات دي؟ ها يا شباب، تنتقل الشحنات الكهربية من موصل لموصل آخر عند وجود فرق في الجهد بينهما. يبقى لو في فرق جهد ما بين الموصلين اعرف على طول ان الشحنه تنتقل من الموصل الاعلى في الجهد للموصل الاقل. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ماذا يحدث عند تلامس موصلان مشحونان لهما نفس الجهد الكهربي؟ هستنى الاجابه منكم. ايه اللي يحصل لو انا لمست اتنين من الموصلات بس يكونوا متساويين في الجهد الكهربي؟ الشباب الحلوين اللي بعتني مصطفى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بسملة جاوبي، برافو عليكم شباب.
بسملة جابت أول إجابة صحيحة. يلا ملك، فين إجابتك؟ تمام يا ملك، إجابتك أنت كمان صحيحة، برافو. أحمد ريماد، تمام. هيحصل هنا هو عدم انتقال الشحنات الكهربية من الموصل للتاني. ليه؟ لأن أنا عندي تساوي في الإيه؟ في الجهد الكهربي، فما فيش طبعا إيه؟ انتقال. تعالوا نشوف القانون بتاع فرق الجهد، عشان أنا هطبق بقى على شغل الحصة اللي فاتت وأبدأ أستنتج من القانون تعريف فرق الإيه؟ الجهد. طيب يا شباب، يبقى أنا هستخدم القانون عشان أعرف إيه؟ فرق الجهد. مبدئيا القانون بتاعي بيقول ان فرق الجهد، واللي احنا بنديله الرمز جيم، يساوي الشغل المبذول، والرمز بتاعه شين غين، على كمية الكهربية اللي هي رمزها ايه؟ كاف. يبقى فرق الجهد يساوي شين غين على ايه؟ على كاف. يبقى ده القانون بتاعي، وده المثلث بتاع القانون، جيم تساوي شين غين على كاف. طب وحدات القياس يا شباب، فرق الجهد يقاس بوحدة الفولت، الشغل بالجول، وكمية الكهربية بالكولوم. خدوا بالكم بقى من الوحدات المكافئة، لأن هنا يقول لي الفولت يكافئ إيه؟ الفولت يكافئ ها جول على كولوم. يبقى الفولت يكافئ إيه؟ جول على كولوم. فإما تتكتب كده جول على كولوم، او تتكتب جول في كولوم بس مرفوع للاس سالب ايه؟ واحد. يبقى الفولت عندي هنا من القانون ده يكافئ حاجتين، الفولت يكافئ الجول على كولوم، او يكافئ الجول في كولوم سالب ايه؟ سالب واحد. طيب ما تنسوش ان كمية الكهربية من القانون بتاع شدة التيار كان بتساوي ايه؟ فاكرين؟ ها حد يقول لي كده من القانون بتاع المرة اللي فاتت كمية الكهربية كانت بتساوي ايه يا شباب؟ كاف تساوي ها زينب، برافو زينب، اجابتك على السؤال اللي فاتت كانت صحيحة، لسه وصلاني دلوقتي الاجابة، بس برافو عليكي. يلا بينا نكمل سوا. لا بس ما لا فكري سنة كمان. برافو ملك، أول إجابة صحيحة كانت عند ملك. تعالوا نشوف كده كمية الكهربية. أفكركم بقانون المرة اللي فاتت يا شباب. قانون المرة اللي فاتت كان بيقول لي إيه؟ كان بيقول لي إن تاء هي شدة التيار تساوي كمية الكهربية على الزمن. فأنا النهاردة بسألكم كمية الكهربية تساوي إيه؟ تساوي شدة التيار في الزمن. طب فاكرين شدة التيار كنا بنقيسها بإيه؟ كنا بنقيسها بالأمبير، والزمن كان بيتقاس بإيه؟ بالثانية. فالكولوم أصلا هو عبارة عن أمبير في ثانية، فأنا ممكن أشيل الكولوم وأحطه أمبير في إيه؟ في ثانية، فيصبح عندي هنا وحدة جديدة خالص مكافئة للفولت، فالفولت هنا يساوي جول على أمبير في ثانية. جول على أمبير في إيه؟ في ثانية. طيب يا شباب، يبقى إذن دي كده الوحدات المكافئة للفولت، نركز فيها لو سمحتوا. يبقى انا مش عايزاكم تحفظوا الوحدات المكافئة، عايزين نعملها بطريقة بسيطة. لو في اي مشكلة حتى الان ابعتوها لي. يبقى تاني ده القانون بتاعي، فرق الجهد يساوي الشغل المبذول على كمية الايه؟ الكهربية. حد عنده اي مشكلة؟ عائشة وانس كانوا باعتين اجابات تمام، برافو. حسين كمان اجابتك على السؤال كانت صحيحة، برافو عليك.
بس ما انا مش مركزة النهاردة. صح صح يا بوسي. نكمل مع بعض. لو انا حابة اعرف فرق الجهد، يلا بينا عايزين نعرف فرق الجهد بالطريقة بتاعتي المرة اللي فاتت. هنعمل ايه؟ اللي احنا عايزين نعرفه هنحط ايدينا عليه، نخبيه خالص، نساويه باللي بعده. يعني هنقول يساوي الشغل المبذول، او هو الشغل المبذول لما اللي باقي في القانون يساوي ايه؟ يساوي واحد. يبقى لما نيجي نعرف فرق الجهد هنقول هو الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم. طب هنقلها منين يا شباب؟ هنقلها عبر طرفي الموصل. طيب تعالى كده أفهمك أصلا يعني إيه فرق جهد. الشحنات الكهربية المفروض داخل الموصل موجودة هنا كده، المفروض إن أنا عايز أنقلها وأوديها للطرف التاني في الموصل هنا. الشحنات دي وهي ماشية بتبذل شغل، بتتعب. الشغل الناتج ده عشان أنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم من الحتة دي للحتة دي بسميها فرق الجهد. يبقى إيه فرق الجهد بين طرفي موصل؟ ها، فرق الجهد بيكون دايما ما بين نقطتين، الشغل اللي أنت بذلته عشان تنقل كمية الكهربية ما بين النقطتين دول. فبعرفه أقول هو الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم عبر طرفي الإيه؟ الموصل. يبقى هو التعريف الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الإيه؟ الموصل. تعريف جديد وعايزين نعرف الفولت. ها، مش احنا هناخد بقى وحدات القياس ونبدأ نعرف وحدة قياس فرق الايه الجهد اللي هي الايه الفولت. عايزين نعرف، فهنعمل ايه؟ هنحط ايدينا عليه، نساويه باللي بعده. يعني هنقول هو فرق الجهد، وبعدين اللي باقي في القانون هنخليه بواحد، باقي الشغل هيبقى بواحد وباقي كمية الكهربية هتبقى بايه؟ بواحد. يبقى هو فرق الجهد بين طرفي موصل عند بذل شغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم عبر طرفي الموصل. فرق الجهد الناتج عند بذل الشغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم عبر طرفي الموصل. يبقى الفولت هو عبارة عن فرق الجهد اللي انت بذلته لما نقلت 1 جول، لما نقلت كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم وبذلت شغل خلال النقل دوت مقداره 1 جول. يبقى الفولت فرق الجهد بين طرفي موصل عند بذل الشغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل. حتى الآن في حاجة عايزيني أعيدها؟ في حد بيقول لي أنا لسه داخل. طيب هو ممكن ترجعي تسمعي اللايف عادي بعد ما نقفل الحصة، يعني ممكن تبدأي من الأول مفيش مشكلة، كملي معانا وارجعي بقى بعد الحصة إن شاء الله، ارجعي اللي فاتت ما فاتكيش كتير عامة. بس قولي لي اسمك في الشات بقى لأن اسمك مش ظاهر عندي، والشباب اللي موجودين يقولوا لي لو في حاجة واقفة قدامهم ممكن نعيدها. تمام يا حلوين، تمام يلا بينا نكمل. تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي وأنا هسيبكم تحلوها عشان عارفة إن انتوا شاطرين. المثال بيقول لي احسب فرق الجهد بين النقطتين. يبقى احسب فرق الجهد يبقى ج مجهولة، كمية من الكهربية مقدارها 300 كولوم بينهما تساوي طبعا 33,300 جول. هنا بقى نركز لان معنى الجملة بالعربي كده ممكن حد يلخبط فيها ويفهمها غلط.
لان حاطط هنا اذا كان الشغل المبذول لنقل كميه من الكهربيه يساوي 300، فحضرتك لا بقيت عارف هي شغل ولا بقيت عارف الرقم ده كميه كهربيه. عشان ما تتلخبطش دايما بص على الرقم وحده القياس اللي بعده، 300 كولوم يبقى اذا دي كميه الكهربيه. طيب 33 و300 جول، يبقى ده مين؟ دي قيمة ايه؟ الشغل. شين غبي. يلا بينا بقى نكتب القانون ونبدأ نحل، هسيبكم انتوا تحلوا المسألة ونشوف الإجابات. بصمله كانت سريعة، جابت أول إجابة صحيحة. أكرم برافو عليك، ملك تمام، برافو. مصطفى ممتاز جدا. يلا بقيت الشباب عايزين نشوف الإجابات بتاعتكم. أحمد عماد جاب إجابة صحيحة كمان. حسين برافو عليك حسين، ولو إن الأرقام بتاعتك جاية لي معكوسة بس الناتج النهائي صحيح. وأنس كمان برافو. في حد تاني هيبعت لنا إجابات؟ يلا بينا سريعا. آخر حد مش باعت لي اسمه، ممكن بس تكتب اسمك في الشات تاني معلش. لكن الاسم مش موجود قدامي. ابعت لي اسمك عشان اعرف اقول لك الاجابه بتاعتك ايه. يلا بينا كده هنحط القانون ونقول ان فرق الجهد تساوي شغل مبذول على كميه الكهربيه. قيمه الشغل المبذول عندي ب 33,300 على 300 بتوعي الكولوم، هتساوي كام يا شباب؟ هتساوي 111 جول. تعالوا نشوف مع بعض اللي جاي. المسألة اللي هي بتقول لي إذا كان فرق الجهد بين طرفي موصل 15 فولت، عايزين نحسب كمية الكهربية المنقولة عندما يبذل هذا الموصل شغل مقداره 510. حلها أنا أو أنا حلها. مديني قيمة فرق الجهد ب 15 فولت، دي قيمة جيم، وعايز هو قيمة كاف. وطبعا الشغل ب 510، كاف تساوي شين غين على جيم، فالشغل بتاعي 510 على جيم، فرق الجهد فوق ب 15، يبقى 510 هتساوي 34 كولوم. تعالوا بينا نشوف مع بعض الجزئية اللي جاية دي خاصة بالجهاز المستخدم لقياس فرق الجهد. أول حاجة يا شباب، أنا عندي جهاز اسمه جهاز، كان عندي في شدة التيار كان اسمه أميتر، والوحدة كانت الأمبير عشان ما نلخبطش. الجهاز اسمه الفولتاميتر، ووحدة القياس هي الفولت. يبقى جهاز الفولتاميتر هو الجهاز المستخدم لقياس فرق الايه؟ الجهد. رمز الفولتاميتر زي ما انتم شايفين في الجهاز نفسه اللي هو ايه؟ الفي. نستخدمه في ايه؟
عشان نعرف الفولتميتر بيستخدم في ايه، الاول هقول لكم مفهوم جديد اسمه القوة الدافعة الكهربية. بصوا شباب، عشان نفهم فكرة الفولتميتر نفهم اصلا فكرة فرق الجهد تاني. هرجع افكركم بفرق الجهد تاني. هو مش فرق الجهد كان عبارة عن الشغل اللي انت بذلته عشان تاخد شوية الكهربية دول تنقلهم من هنا للناحية التانية في الموصل؟ يعني لو دي دايرة كهربية، ففرق الجهد معناها انت عايز تنقل الشحنات منين لفين. فدايما فرق الجهد بيتقاس ما بين نقطتين. فرق الجهد بتاعي بيتقاس ما بين ايه؟ ما بين نقطتين. ليه؟ لان ده تعريفه اصلا، الشغل اللي انت بذلته عشان تاخد كمية كهربية من حتة توديها في الحتة التانية. عشان كده لما باجي اوصل الفولتميتر ما بيتوصلش على التوالي، بيتم توصيله على التوازي. يعني بفرع الدايرة واحط الفولتميتر بتاعي بفرع جديد. طب بيتوصل الفولتميتر مع ايه؟ مع المقاومة اللي انت عايز تقيس فرق الجهد ما بين طرفيها. يبقى في الحالة دي انت كده بتقيس الشغل اللي الالكترونات او الشحنات الكهربية بذلته عشان تمشي من الحتة دي للحتة التانية. امال ايه بقى يا مس قوة الدفع الكهربية؟ هقول لحضرتك ان انت عندك هنا فوق بطارية، هي مصدر التيار الكهربي. طب مش في الكترونات جوه البطارية او في شحنات كهربية جوه البطارية عايزة تنتقل من طرف لطرف؟ بتبذل شغل هي كمان؟ الشغل اللي موجود داخل البطارية نفسه يسمى بالقوة الدفع الكهربية للمصدر. ما هي القوة الدفع الكهربية؟ هي فرق الجهد بس ما بين ايه بقى؟ ها؟ ما بين المقاومة؟ لا، ما بين طرفي مصدر التيار الكهربي. طب انا عشان اقيس فرق الجهد ما بين طرفي مصدر التيار لازم اصلا تكون الدايرة بتاعتك مفتوحة عشان انت بس تكتفي بقياس فرق الجهد الداخلي بتاع البطارية فقط. يبقى قوة الدفع الكهربية تعرفها هي فرق الجهد بين طرفي مصدر التيار الكهربي، فرق الجهد للإلكترونات بذلته هنا، ولازم تكون الدايرة بتاعتك مفتوحة عشان أبقى بقيس فرق الجهد بتاع المصدر فقط. يبقى قوة الدفع الكهربية هي فرق الجهد بين قطبي مصدر التيار الكهربي في حالة الدائرة الكهربية المفتوحة. نشوف كده لو في حد واقف قدامه حاجة يقول لي عليها. طيب ملك بتقول ان الصوت بيقطع، هل الصوت بيقطع عند حد تاني فيكم؟ هل الصوت بيقطع يا جماعة عند حد أو الشاشة فيها مشكلة؟ تمام، نكمل مع بعض. طبعا هنبدأ نتكلم دلوقتي عن توصيل الفولتميتر في الدائرة الكهربية. يبقى لتوصيل الفولتميتر في الدائرة الكهربية أنا عندي استخدامين للفولتميتر يا شباب زي ما احنا اتفقنا. إما إن أنا عايزة أقيس فرق الجهد
بتاع المقاومة، ففي الحالة دي هوصل الفولتميتر مع المقاومة على التوازي، وتكون الدايرة مغلقة عشان أصلا يمر تيار كهربي جوه المقاومة وتبدأ الإلكترونات تتحرك. يبقى تاني، في حالة قياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة، يوصل الفولتميتر على التوازي مع المقاومة وتكون الدائرة الكهربية مغلقة. طيب، لو أنا شايف بقى هعمل إيه؟ في حالة قياسي للقوة الدفع الكهربية للمصدر، الفولتميتر زي ما انتم شايفين المرة دي بيتوصل إيه؟ على التوازي مع مصدر التيار نفسه، ولازم تكون الدايرة بتاعتنا مفتوحة عشان خاطر نقدر إن احنا نقيس قوة الدفع فقط. خد بالكم من الرسمتين دول لأن هم عليكم، يعني بيجيلي في الامتحان يقول لي وضح كيفية توصيل الفولتميتر لقياس فرق الجهد أو توصيل الفولتميتر لقياس القوة. فخليني أقول لكم هنرسمهم إزاي. أول حاجة طبعا بنرسم البطارية، بعدين مفتاح الدايرة، ولو أنا هقيس فرق الجهد فلازم الدايرة تكون مغلقة. ولازم يبقى عندي مقاومة ايه؟ ثابتة اللي انا اصلا عايزة اقيس فرق الجهد بتاعها. بوصل الفولتميتر على التوازي معاها. موجب الفولتميتر مع موجب البطارية والسالب مع السالب. وما ننساش نكتب البيانات على الرسمة عشان لو هو طلبها ما تتحسبليش غلط. طب لو أنا عايز أقيس بقى قوة دفع كهربية هنعمل إيه؟ أدي البطارية بتاعتي، المفتاح المرة دي لازم يكون مفتوح، مقاومة ثابتة موجودة عادي جدا، وأنا هوصل الفولتميتر فين بقى؟ مع الأعمدة بتاعتي على التوازي، والدايرة تكون ايه؟ مفتوحة، والموجب طبعا مع الموجب والسالب مع السالب. يبقى دي الطريقة بتاعت استخدامي للفولتميتر في قياس ايه؟ فرق الجهد. لو في أي مشكلة عندكم يا ريت تقولوا. في أي مشكلة عند أي حد يا شباب؟ لو في أي أجزاء عايزيني أعيدها مش تمام. هو مفيش أي حد بعت لي أي أسئلة حتى الآن؟ عائشة كانت عايزة جزء يتعاد،
طب قولي لي يا عيشة، معلش انت عايزاني اعيد انهي جزء بالظبط لو سمحت؟ انت بعتلي قايله لي عايزه جزء يتعاد، ممكن تقولي لي اي جزء وانا هعيده لك. تمام، عايشة بعتلي تاني بتقولي آخر جزء اللي هو ايه بقى؟ طريقة التوصيل يعني؟ طيب تاني يا عيشة، طريقة التوصيل هعيدها لك. المفروض ان انا بقول ان الفولتميتر بيوصل في الدائره الكهربيه بطريقتين. لو انا عايزه اقيس فرق جهد، فانا بقيس فرق جهد في نقطه معينه بين طرفي مقام. ففي الحاله دي لازم اوصل الفولتميتر على التوازي مع المقاومه بتاعتي، ولازم الدائره تكون مقفوله عشان اصلا يمر التيار الكهربي والالكترونات بتاعتي او الشحنات تتحرك، فاقدر اقيس فرق الجهد اللي هي بتعمله. طب لو انا عايزه اقيس قوه دفعه، لا، هوصل الفولتميتر على التوازي مع البطارية وتكون الدايرة مفتوحة. تمام يا شباب، عشان خاطر ان انا ايه اقدر ان انا اقيس قوة الدفع الكهربية فقط. هل في مشكلة عند أي حد تاني؟ أنا كده شرحت لك الجزء الأخير، لو أنت عايزة حاجة تاني قولي لي. آخر حاجة المفروض إن إحنا نتكلم مع المحول الكهربي. المحول الكهربي يا جماعة المفروض ان هو جهاز بيستخدم في تغيير قيمة الجهد الكهربي بما يتناسب مع الأجهزة الكهربية الموجودة عندنا. اللي احنا بين قوسين كده في البيت بنسميه الشاحن. الشاحن بتاع الأجهزة ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن أحد أنواع المحولات الكهربية، بيظبط قيمة الجهد على اللي الجهاز محتاجه. يعني احنا في البيت مثلا في معظم الأحيان بنبقى شغالين على جهد كهربي 22 فولت في الغالب. طب لو انا عندي حاجة زي التليفون بتاعي ولقيت على البطارية مكتوب انها بتشتغل على 20 بس، معنى كده ان انا لو حطيت تليفون وصلته بالكهرباء مباشرة هيفرقع. فبدأوا يعملوا حاجة اسمها محول كهربي، جهاز بياخد ال 22 فولت دول يحولهم للقيمة المناسبة للتليفون بتاعك، بيحولهم لل 20 بس. فهنا هو بيستخدم في تغيير قيمة الجهد الكهربي طبعا الحصول على الجهد المناسب لإيه؟ للأجهزة اللي موجودة عندي. عشان كده لازم نركز إن احنا الشواحن بتاعة الأجهزة نستخدمها فقط للجهاز بتاعها وما نستخدمهاش لأي حاجة تانية، لأنها لو كانت مش متوافقة في فرق الجهد اللي هي بتطلعه هتحرق لي الجهاز بتاعي. تمام، في مشكلة عند حد فيكم؟ ما سيحدث؟ بيقول لي ما سيحدث عند زيادة الشغل المبذول للضعف وسداد كمية الكهربية بالنسبة لفرق الجهد. هنزود الشغل المبذول للضعف ونثبت كمية الكهربية. خلصتكم تجاوبوا، تعالوا نشوف كده مع بعض هنحلها ازاي.
ماذا يحدث عند زيادة الشغل المبذول للضعف؟ وثبات كمية الكهربية بالنسبة لفرق الجهد. يبقى أنا أولا لازم أجيب القانون اللي بيجمع الثلاث حاجات دول، جيم تساوي شين غين على كاف، شغل على كمية الكهربية. طيب هو بيقول لي زود الشغل للضعف يعني خليه باتنين، وثبت كمية الكهربية يعني خليها بالواحد. اللي فاكرين الواحد اللي كان في دماغنا على طول ده، هنخليها زي ما هي بالواحد. يبقى 2 على 1 تساوي كام؟ تساوي 2، رقم أكبر من الواحد الصحيح، يبقى هنقول يزداد فرق الجهد للضعف. لو في أي مشكلة عند أي حد من حضراتكم يا ريت يبعتها لي. كده احنا خلصنا تقريبا الجزء بتاع النهاردة، فشوفوا لو في حاجة قولوها. حابة أرجع معاكم بس المسألة دي تاني. احسب فرق الجهد بين نقطتين، إذا كان الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 300 كولوم بينهما تساوي 33300 جول. فرق الجهد احنا اتفقنا إن هو بيساوي الشغل المبذول على كمية الكهربية، وحسبناها إن الشغل المبذول عندي ب 33000 جول، 33300 طبعا، وكمية الكهربية كانت ب 300 كولوم. لما قسمناهم مع بعض طلعوا بكام يا شباب؟ طلعوا ب 111، بس طبعا وحدة القياس هي ايه؟ فولت، لان انا كنت كاتباها بس غلط ظهرت في الطباعة فانا غيرتها لكم. طبعا فرق الجهد وحدة القياس بتاعته هي الفولت، كنت حابة انبه على الجزئية دي. يبقى اخر حاجة احنا اتكلمنا عنها كده، انا تقريبا انهيت الشغل بتاعي. لو في حد عنده اي حاجة يقولها. تمام، الناس اللي كانت معايا ملك حمدي ومصطفى إجاباتكم سليمة على الأسئلة اللي فاتت، وزينب كمان، بسملة، تمام، كل دي إجابات كويسة جدا. طيب حابة أسألكم مثلا، لو أنا طلبت منكم الوحدة المكافئة للجول، عايزين الوحدة المكافئة للجول، نقدر نقول الجول كده يكافئ ايه؟ يلا هختبركم كده سريعا. هسيبكم تفكروا لحد ما صوت الأذان بس يخلص من عندي. تمام، ملك حمدي جابت لي اول اجابه، بس احنا مش بنكتب كلمه في يا ملك، احنا بنحطها نقطه في الاجابات. تمام، في حاجه تانية غيرها؟ مصطفى اجابتك صحيحه، بس في حاجه تانية برضو، فكروا كده. في واحده مكافاه تانية، يلا نفكر فيها. تمام يا زينب، زينب جابت لي حاجة مش من المنهج عندي خالص، بس تمام صحيحة برضو، لكن عايزين بقى من قلب المنهج بتاعنا. انا هعمل لكم نشر ليها عشان تشوفوا إجابة زينب، ولكن انا عايزة بقى من المنهج بتاعنا، مكافئ بتاع الشغل هنا.
مصطفى، برافو عليك مصطفى. بسملة مش في المود خالص النهاردة، بسملة يعني تركيزك مش حلو خالص النهاردة، رجعي للتركيز بتاعك عشان انتي حلوة قوي في الحصص اللي فاتت عن كده، ما تستعجليش يا بوسي. مكافئ الجول يبقى لازم اجيب القانون اللي هو موجود فيه، الجول ده اللي هو وحدة قياس الشغل صح؟ طب الشغل كان موجود عندي في قانون اول اللي هو جيم تساوي شين غين على كاف، فاول مكافئ واسهلهم يا شباب ان انا اقول يساوي فولت في كولوم، يبقى الجول يساوي فولت في كولوم. انا واخده الكولوم ده في حتة تانية في قانون تاني لو انتوا فاكرين، واخده كمية الكهربائية في قانون تاني اللي هو تاء تساوي كاف على زاي، فكمية الكهربائية تساوي تاء في زاي يعني امبير في ثانية، يعني الكولوم ده اصلا يساوي امبير في ايه في ثانية، فاذا انا عندي وحدة مكافأة تانية اللي هي فولت، هنشيل كولوم ونحط مكانه امبير في الثانية، يبقى دول اتنين من الوحدات الايه المكافأة للايه للجول. تمام ممتازين حبايبي الحلوين، كل اجاباتكم سليمة صحيح مصطفى وحسين. تمام هرجع افكركم، النهارده كنا بنتكلم عن الخصائص الفيزيائيه للتيار الكهربي، وبكده نبقى احنا خدنا حاجتين، خدنا الحصه اللي فاتت الخاصيه الاولى وهي شده التيار الكهربي، خدنا النهارده الخاصيه الثانيه وهي فرق الجهد الكهربي، كمان اتكلمنا عن مفهوم جديد ومفهوم القوه الدافعه الكهربيه، اخدنا استخدامات الاجهزه، اخدنا استخدام الاميتر في الحصه اللي فاتت، واخدنا استخدام الفولتميتر النهارده في حاجتين، في قياس فرق الجهد وفي قياس القوة الدافعة الايه الكهربائية. يبقى دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة، يا رب اكون وفقت في الحلقة النهاردة، كنت مبسوطة جدا بيكم وبالمستوى اللي انتوا وصلتوا له، واتمنى يا رب ان انا اكون اديت الحصة